بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب. معكم احمد السيد وكلام جديد وكتير في الكوره وازمه في نادي الزمالك عقب الهزيمه من المصري البورسعيدي. هنتكلم عن الزمالك وهنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن امور كثيره، فتابعونا ونتمنى ان ننال رضا حضراتكم. الزمالك وهزيمة قاسية في توقيت صعب جدا من المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف علشان يتصدر النادي الأهلي جدول الدوري العام بفارق نقطة، بفارق نقطة. والجميل أو الجديد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة منتهى الجمال منتهى الروعة علشان يتساوى بيراميدز مع نادي الزمالك في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام. لكن زي ما حضراتكم عارفين الزمالك لديه رصيد أقل من المباريات، زي ما حضراتكم شايفين جدول الدوري العام الأهلي في المقدمة بفارق نقطة، ثم يأتي الزمالك في المركز الثاني، ثم يأتي بيراميدز في المركز الثالث، ثم المصري البورسعيدي. الأهلي عنده 58 نقطة من 25 مباراة، الزمالك 25 مباراة 57 نقطة، بيراميدز من 27 مباراة 57 نقطة، والمصري البورسعيدي من 27 مباراة 45 نقطة زي ما حضراتكم شايفين، ويتصدر النادي الأهلي جدول الدوري العام. طيب صراع المنافسة رايح لفين وردود الفعل داخل النادي الأهلي عقب هزيمة الزمالك من المصري؟ المنافسة الأهلي تصدر رسمي فارق نقطة واحدة. طيب هل النقطة كافية لحسم الدوري العام؟ بالطبع لا، لسه الأهلي عنده مباريات كتير والزمالك عنده مباريات كتير. خلينا أقولها لحضراتكم علشان حضراتكم تدخلوا في الصورة وتقدروا تشوفوا المنافسة رايحة لفين. مباريات الأهلي المتبقية حتى نهاية جدول الدوري العام إيه هي؟ الأهلي عنده حتى الآن متبقي العديد من المباريات، هقولها لحضراتكم علشان تكونوا متخيلين نفس القصة نادي الزمالك. الأهلي عنده لسه متبقي له مباراة بيراميدز، ودي المباراة القادمة في الدوري العام. بالمناسبة عمر خربين مهاجم بيراميدز هيغيب عن لقاء النادي الأهلي بسبب الإيقاف. يبقى الأهلي عنده مباراة بيراميدز وعنده أيضا كمان مباراة المصري البورسعيدي، عنده كمان مباراة الإسماعيلي، الأهلي لسه بقيله كمان مباراة النجوم، وعنده إنبي، وعنده طلائع الجيش، وعنده سموحة، وعنده المقاولون العرب، ثم الزمالك في الجولة الأخيرة. طيب الزمالك عنده إيه؟ الزمالك بقيله لسه الإسماعيلي مباراتين رايح جاي، عنده بيراميدز، عنده وادي دجلة، عنده حرس الحدود، عنده الإنتاج الحربي، عنده الداخلية، وعنده الجونة، وعنده الأهلي. إذا مباريات في غاية الصعوبة للأهلي والزمالك. لسه الأهلي عنده بيراميدز ماتش صعب، وعنده الإسماعيلي، وعنده المصري، وعنده سموحة ومقاولين عرب، مباريات صعبة. لكن الزمالك عنده برضه الإسماعيلي رايح جاي، وعنده بيراميدز والإنتاج ووادي دجلة. لكن قد تكون مباريات الأهلي الأصعب، لكن خلاص الدوري العام بيدخل في مراحله الأخيرة، وكويس إن كأس الأمم الأفريقية هتخلينا ناخد نفسنا شوية من المنافسة، والحسم هيكون بعد مباريات كأس الأمم الأفريقية. إذن الصراع يشتد ما بين الأهلي والزمالك في جدول الدوري العام، والأهلي خلاص ركب البطولة بفارق نقطة واحدة. طيب ردود الفعل داخل النادي الاهلي عقب هزيمه الزمالك من المصري. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي منع الحديث تماما حتى عبر وسائل السوشيال ميديا، وقال محدش ولا يكتب تويته ولا ينزل صوره ولا ولا ولا، عندنا مباراه مهمه يوم السبت امام صن داونز. لكن مفيش شك ان هناك حاله من السعاده، حاله من الرضا داخل الجهاز الفني وداخل لاعبي النادي الاهلي وداخل مجلس الاداره. بالمناسبه الكابتن او الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والوزير السابق، بمجرد ما مباراه الزمالك والمصري انتهت على طول كتب عبر الفيسبوك بتاعه هذه المقوله اللي حضراتكم شايفينها: الحمد لله ربنا كريم دائما، وان شاء الله تكون فتحه خير. في حاله من السعاده والرضا داخل النادي الاهلي، طبيعي المنافس التقليدي ليك تعثر في الدوري العام، لكن ايضا هناك حاله من التركيز في النادي الاهلي على مباراه صن داونز لرد الاعتبار يوم السبت القادم في السادسة مساء بملعب برج العرب بالإسكندرية. جمهور الأهلي على السوشيال ميديا هجوم حاد، كوميكسات رهيبة زي ما انتم شايفين، الكوميكسات والكاريكاتير والهزار اللي ما بين جماهير الأهلي والزمالك انطلق كالعادة. لكن أنا بقول هزر وافرح وانبسط، لكن في حدود اللياقة وفي حدود اللباقة والأدب، بدون هجوم بدون تجريح. ده رسالتي لجماهير الأهلي والزمالك.
خلينا نفرح، المنافسة تكون ظريفة ولذيذة لكن بدون تجريح، بدون سباب، بدون ألفاظ. ما تخلوش دايما صراع المنافسة ينسينا أنفسنا ويخلينا يعني نيجي على حسابنا وعلى حساب الطرف الآخر. خلوا المنافسة شريفة حتى مش بس في الملعب والمستطيل الأخضر وفي المدرجات، حتى عبر السوشيال ميديا. خلوا التنافس على السوشيال ميديا بمنتهى الهدوء وبمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام. الأهلي حالة من التركيز داخل الفريق قبل لقاء سان داونز. يمكن الخبر المحزن إصابة كريم نيدفيد بقطع في غضروف الركبة أو تمزق شديد في غضروف الركبة، والأرجح كريم نيدفيد هيعمل عملية جراحية وسيغيب عن النادي الأهلي يعني مدة لن تقل عن 3 أشهر. وده نفس القصة لسعد سمير اللي عنده قطع فيها الرباط الخلفي للركبة. إصابات أكيد هتأثر على النادي الأهلي. هو كده مسلسل الإصابات، لو كنا افتكرنا إن الحالة الأخيرة خلصت، المسلسل لسه مكمل. لكن الأهلي عنده ثقة في القائمة المتواجدة، سواء القائمة المحلية أو القائمة الأفريقية. طيب خلينا نقول مستر لاسارتي قائمته اللي اختارها لمباراة صن داونز. المباراة اللي اختارها، خلينا نقول القائمة اللي اختارها مين لاسارتي. حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. بالمناسبة مصطفى شوبير غير مقيد أفريقيا، لكن الجهاز الفني بياخده ليكسابه المزيد من الثقة والخبرة. موجود في خط الدفاع أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، رامي ربيعة، محمود وحيد، علي معلول، وأحمد فتحي. خط الوسط حسام عاشور، حمدي فتحي، عمرو السولية، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، ومحمد شريف. خط الهجوم جونيور اجاي ومروان محسن، وليد ازارو وصلاح محسن. يبقى كده المستبعدين من لقاء صن داونز: شريف اكرامي، سعد سمير، محمد نجيب، هشام محمد، وليد سليمان، اسلام محارب، واحمد حمودي، وكريم نيدفيد، وتقريبا كلهم للاصابات. طبعا بيغيب عن اللقاء ايضا اللعيبه الغير مقيدين افريقيا زي احمد علاء، زي باسم علي، زي صالح جمعه، زي احمد الشيخ، زي جيرالدو، زي عمرو جمال. فريق خلاص معسكر مغلق من اليوم حتى اللقاء في 6 مساء السبت المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية. إذا المباراة المساندة والمؤازرة من الجماهير مهمة جدا، الضغط على المنافس مهم جدا، ولكن بلا ضغط على لاعبي النادي الأهلي. لاعبو النادي الأهلي التأهل صعب، لكن الأهلي لا يعرف المستحيل. الكرة لا تعرف المستحيل. الأهلي بمقدوره إن هو يفوز 5 أو 6 إن شاء الله ويتأهل، لكن لو لا قدر الله لم يحدث، على اللاعبين بذل مزيد من الجهد داخل الملعب والفوز بنتيجة كبيرة لرد الاعتبار من هزيمة جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة. ده اللي احنا طالبينه من النادي الأهلي. بالمناسبة المدير الفني الأهلي لاسارتي قال للاعبين: ارفعوا الضغوط على أنفسكم وقدموا مباراة جيدة، خلوا التركيز في كل دقيقة، والكورة لا تعرف المستحيل، وروح الفانيلا الحمراء قادرة على حسم التأهل بمؤازرة الجماهير. مباراة صعبة جدا جدا جدا، ويمكن مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني بالكامل في شحنة معنوية بيدوها للعيبة، الجهاز الفني بالكامل هيكون موجود خلف الفريق في الإسكندرية وفي معسكر الفريق من أجل مزيد من الحث والدعوة لبذل مزيد من الجهد. الأهلي قادر، صعبة صعبة جدا كمان، لكن الأهلي قادر. خلينا نتمسك بالأمل، وإن شاء الله الأهلي يقدم مباراة كويسة ويكسب نتيجة كبيرة، إن شاء الله تكون نتيجة تأهله، ولو لا قدر الله لم يتأهل يكفي للنادي الأهلي رد الاعتبار. نتمنى للنادي الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا زي ما الزمالك بنتمنى له الفوز بالكونفدرالية الأفريقية. بالمناسبة الزمالك حالة من الغليان بعد الهزيمة من المصري، ويمكن أمير مرتضى منصور المشرف عام على الكرة دخل في مشادة مع أحد أعضاء المصري وأحد أعضاء الجهاز الفني عقب اللقاء المصري وعقب الهزيمة، ولكن الأمر يابد من الهدوء مع جروس. الزمالك عنده يوم الأحد خلاص مباراة حسينية أغادير، مباراة العودة، لازم تركيز، هقفل صفحة المصري وركز في الكونفدرالية في مباراة حسينية أغادير من أجل مزيد من الاستقرار، مزيد من الهدوء. مش وقت اجتماعات، مش وقت غليان، خلوا في حالة من الهدوء، حالة من الثقة من أجل التركيز في الكونفدرالية الأفريقية. يمكن جماهير النادي الزمالك هجوم حاد على أمير عزمي مجاهد وعلى أيمن عبد العزيز وعلى بعض لاعبي الزمالك اللي اعترضوا على الحكم محمد عادل وخلوه ياخد باله ولجأ للحكام علشان يشر الكارت الأحمر للاعب المصري أحمد حامد شوشة. الكل قال يا ريته لم يشر الكارت الأحمر
كان ساعتها الزمالك ممكن يتقدم بطلب لإعادة المباراة زي ما أنا قلت قبل كده، زي ما حصل في مباراة النصر ونجوم المستقبل في الدوري الممتاز بين من 3 سنوات مع الحكم أمين عمر، لكن قدر الله ما شاء فعل، الزمالك هزم من المصري. صراع المقدمة وصراع الدوري ما زال مستمر، الأهلي حتى الآن متصدر جدول الدوري العام، لسه المنافسة مكملة. أتمنى الأهلي التوفيق في مباراة صن داونز مع دوري أبطال أفريقيا، والزمالك التوفيق مع حسينية غدير في الكونفدرالية الأفريقية. شكرا لحضراتكم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن حضراتكم، وبشكر حضراتكم على الرسائل اللي بتجيلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.